السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي طلاب الصف الأول، أهلا وسهلا بكم. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. أحبتي، سوف نتعلم اليوم درسا جديدا، وعنوان درسنا لهذا اليوم هو الترتيب التصاعدي. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. والآن أصدقائي، هيا نحل معا النشاط التالي. أحوط عزيز الطالب على العدد الأصغر. هيا نقرأ الأعداد. لدي 18، أحسنتم، 14 بالإضافة إلى 11، أحسنتم. ترى ما هو العدد الأصغر؟ نلاحظ عزيز الطالب أن جميع الأعداد لها نفس العشرات. ما هو العشرات في هذه الأعداد؟ أحسنتم، إنه العدد 1. هيا ننظر معا إلى الآحاد. ما هو آحاد العدد 18؟ أحسنتم، 8. وما هو آحاد العدد 14؟ رائعون، إنه العدد 4. وما هو آحاد العدد 11؟ مميزون، إنه العدد 1. والآن أصدقائي، ما هو الآحاد الأصغر؟ أحسنتم، العدد 1. إذن أصدقائي، العدد الأصغر من الأعداد هو العدد، أنتم رائعون، إنه العدد 11. والآن لننتقل للتدريب الذي يلي. لدي الأعداد 13، 16، 19. هيا أصدقائي، ما هو العدد الأصغر؟ أحسنتم، جميع الأعداد لها نفس العشرات. والآن هيا ننظر إلى الآحاد. ما هو العدد الأصغر في الآحاد؟ أحسنتم، إنه العدد 13. والآن أحبائي الطلبة، لدي هذه المجموعات. ما رأيكم أن نتعرف على عدد العناصر في كل مجموعة؟ كم عدد عناصر المجموعة الأولى؟ هيا عدوها. أحسنتم، 15. هيا ننتقل إلى المجموعة الثانية. كم عدد الكرات فيها؟ رائعون، 12 كرة، أحسنتم. وكم عدد عناصر المجموعة الثالثة؟ هيا أصدقائي ساعدوني. أحسنتم، 10 كتب. طلب أرنوب منكم أصدقائي ترتيب هذه الأعداد بدءا من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر. هيا بنا نساعد أرنوب. ما هو العدد الأصغر هنا؟ أحسنتم، إنه العدد 10. وما هو العدد الأصغر الذي يليه؟ أحسنتم، 12، ثم 15. إذن أصبح ترتيب هذه الأعداد 10، 12، 15. أصدقائي، ماذا نسمي هذا الترتيب؟ أحسنتم، إنه الترتيب التصاعدي. أنتم رائعون أصدقائي. والآن أصدقائي، هيا نعد مع فرفور تصاعديا من العدد 7 حتى 16. هيا بنا. 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16. أحسنتم. وهيا نساعد فرفور مرة أخرى للعد تصاعديا من العدد 10 حتى 19. هيا بنا. 10، 11، 12، 13، 14،
خمسة عشر، ستة عشر، أحسنتم، سبعة عشر، ثمانية عشر، وأخيرا العدد تسعة عشر. أنتم رائعون أصدقائي. والآن أصدقائي، هيا نرتب تصاعديا. انظروا معي، لدي هنا سبورة ثمنها ستة عشر دينارا. ماذا أيضا؟ أحسنتم، وهنا آلة حاسبة ثمنها أربعة عشر دينارا، بالإضافة إلى حقيبة ثمنها أحد عشر دينارا. والآن أصدقائي، ما هو العدد الأصغر هنا؟ أحسنتم، أحد عشر. ثم ماذا؟ رائعون، أربعة عشر. ثم أحسنتم، ستة عشر. وأخيرا أصدقائي، ألقاكم مرة أخرى في درس جديد. دمتم بحفظ الله، إلى اللقاء.